يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما من عبادة أمر الله تعالى بها إلا وجعل لها حدا محدودا، يعني الصلوات فروضات خمس، صوم الواجب صوم شهر رمضان، الحج إلى آخره. قال رضي الله عنه: إلا الذكر، فقال الله تعالى فيه: اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنك تذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، لماذا؟ لأن الذكر مشروع في كل حال ووقت وحين، إلا في بعض المقامات، مثل يعني في دورات المياه لا يشرع الذكر، مثلا في خطبة الجمعة لا يشرع الذكر، مثلا في حال المعاشرة الزوجية كذلك لا يشرع الذكر. ولهذا يا إخواني، لنجعل الألسن رطبة بذكر الله تعالى في كل حال وزمان ومكان، إلا ما استثني، وفقنا الله وإياكم.